هل بات مستقبل عرش الطائرة الأمريكية F-35 في خطر بسبب تكرار حوادث تحطمها؟ سؤال طرحه المتخصصون والخبراء حول مستقبل الطائرة الأحدث في العالم. تنوعت أسباب تحطم طائرات F-35 ما بين الأخطاء البشرية والتقنية، في الوقت الذي تتعدى تكلفة الطائرة الواحدة $100 مليون. الطائرة التي تنتمي للجيل الخامس تقوم شركة لوكهيد مارتن بتصنيعها بالتعاون مع 7 دول أخرى، وقد دخلت الخدمة رسمياً في صفوف الجيش الأمريكي عام 2015. حادث التحطم الأخير الذي وقع في ولاية كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية رفع بذلك أعداد الطائرات المحطمة إلى 12 طائرة، نصيب الولايات المتحدة منها 10 طائرات، وطائرة لكل من اليابان وبريطانيا. الF-35 أو الطائرة الشبحية كما تطلق عليها الولايات المتحدة يمكنها التشويش على الرادارات، وتقوم كذلك بقطع الاتصالات والقيام بأعمال الحرب الإلكترونية. كما تمتلك الF-35 أنظمة تسليح تنتمي للجيل الخامس، يمكنها أن تدمر الأهداف بدقة عالية ومن مسافات بعيدة دون أن تكتشف. وضع حادث حطام الطائرة F-35 الأخير المسؤولين في البنتاغون أمام تحد كبير حول مستقبل تلك الطائرة بسبب تكرار حوادث التحطم التي تتزايد عاماً بعد عام، في ظل ترويج واشنطن دائماً أن الF-35 من أكثر الطائرات المقاتلة متعددة المهام تقدماً في القرن 21.